قعدان المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ، الحذر على الصدارة على المقدمة على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع السهيل بن مبارك بن مرخان من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول. جراح على المركز الثاني سمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم مع سلطان بن سيف المقبالي من يأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يأتي سراب لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن ثعلب الهايري، وعلى المركز الرابع يتواجد هنا شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع راهد بن سعيد بالغافرية من يأتينا على المركز الرابع. المركز الخامس لمح البصر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وعلى المركز السادس يتواجد هملول سمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي مع بخيت بن سالم لمسافري من يأتينا على المركز السادس، بينما المركز السابع المركز السابع سلهود من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير من يأتي على المركز السابع، ولكن أرى التسلل من سلهود في هذه اللحظات. سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد بن سعيد مكتوم مع خليفة بن خميس لغويص بهذه الانطلاقة هنا الكاسبي لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد بن سعيد مكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد من ينطلق بهذا الأداء الجميل على المركز التاسع. وفي المركز العاشر شاهين سمو الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم مع سيف بن أحمد بن خريدة على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم، وأول نداء للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الحذر. من يسيطر على زمام الأمور لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب مع سهيل بن مبارك بن مرخان من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بهذا الانطلاق المميز. أرى سراب قادم على ثاني المراكز، أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن ثعلب الهايري من يأتي على المركز الثاني وثالث المراكز. المركز الثالث يتواجد شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سعيد بالغافرية لمح البصر، على المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرضي الحميري، وعلى المركز الخامس ياتي جراح على خامس المراكز سمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم مع سلطان بن سيف المقبالي من ينطلق على المركز الخامس. وفي المركز السادس هملول لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسم مع بخيت بن سالم المسافري من يأتينا على المركز السادس. وفي المركز السابع المركز السابع الكاسبي قادم على سابع المراكز سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد من يأتينا سابعا. وفي المركز الثامن هنا المركز الثامن مشاهدينا الكرام شاهين سمو الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم مع سيف بن أحمد بن خريدة. المركز التاسع يتواجد سلهود من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، والمركز العاشر سلهود سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد بن سعيد مكتوم مع خليفة بن خميس لغويص من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ونعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة على الصدارة على المركز الأول.
هنا من قبل سراب من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحد الشباب المضمرين عبد الله بن ثعلب الهايري من أطلق أيضا سراب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الحذر في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع السيل بن مبارك بن مرخان والجارح قادم بكل قوة. هنا لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم بقيادة سلطان بن سيف المقبالي من يأتينا على المركز الثالث في هذه اللحظات. وفي المركز الرابع لمح البصر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سعيد بالغافرية من يأتي على المركز الخامس. وفي المركز السادس هملول سمو الشيخ خالد بن سلطان القاسم مع بخيت بن سالم لمسافري من يأتي بهذه الانطلاقة مع الكيلومتر الأخير. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول إلى سراب من انطلق بصدارة هذا الشوط، انطلق بالمقدمة بالمركز الأول والتحدي هو الإثارة. ما شاء الله سراب إذن على المقدمة على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن ثعلب الهايري من ينطلق هنا أبو حميد. ما شاء الله ينطلق أبو حميد هنا بصدارة هذا الشوط مع سراب على المقدمة على المركز الأول وصدارة المركز الثاني. يأتي الجارح على المركز الثاني، الجارح لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعان المكتوم مع سلطان بن سيف المقبالي من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع راهب بن سعيد بالغافرية. ورابعا يأتي لمح البصر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرط الحميري. ولكن نعود مع سراب على الصدارة، سراب على المقدمة على المركز الأول بدون أي أوامر تذكر، أداء تلقائي، عرض جميل هنا على الصدارة على المقدمة. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والتهنية لعبد الله بن ثعلب الهايري. شكرا يا أبو حميد على أداء سراب وعرضه الجميل ولحظة وصوله بدون أي أوامر تذكر إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني أتانا الجارح سمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم، بينما المركز الثالث لمح البصر على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. المركز الرابع شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. والمركز الخامس الحذر سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا. ثمان دقائق خمس ثواني وفاء وتماما وكمالا هو التوقيت الزمني الذي رافق ايضا اللي هو سراب. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم والتهنئه للمضمر عبد الله بن سعيد بن هايل. ثمان دقائق ثمان ثواني تسع اجزاء من الثانيه توقيت الجارح لسمو الشيخ احمد بن مكتوم بن جمعان مكتوم. تهانينا لسلطان بن سيف المقبالي، بينما ثالث المراكز كان لمح البصر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرق الحميري. وسجل توقيتا زمنيا مقداره 8 دقائق 14 ثانيه جزئين من الثانيه. تهانينا. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مستمرين بحضراتكم في انطلاقات هذا اليوم. على بركة الله ينطلق شوط الختام الذي انطلقت في هذه اللحظات فعاليات خاصة، هذا الشوط بالجعدان المهجنات الأصايل. انطلقت هذه الأسماء مشاهدينا الكرام معلنة عن حضور ومنافسة قوية في انطلاقات هذا اليوم.